الوطني ديك واحد ونص برك الله. اذا الصيفيه ديالك غتقضيها مزيانه ان شاء الله؟ لا الحمد لله، لا من ديك الناحيه مطرب لي شي الحساب اخر. جاوي عندي 15. يا صباح الخير. ايه لا بابا طا طلع شي يد. قال لي عطيت لواحد ورقه لخانا الوثائق، قال لي واش واش، قال لي انا مالك شي ساعه الا تعاملوا معنا خصو نزلوا لي 20 خاوه ما ينزلوا لي شي حاجه. سلم عليا الثقه في النفس واعر. كلشي جبد التليفونات تسنى قل كذا طن خرجت اللجنه صدى الله يرحم والديك. لا الله كلشي ساخط حيت انا اللي زروت بنادم فهمتي. دابا ان شاء الله شحال تقدر تجي من نقطه ان شاء الله؟ واحد. كاين شي اساس هنا كيجيو كيبقاو يستريسو فينا وكنمشيو صافي. كيقول لك اللي عندك شي حاجه غادي تخرج واخا انت ما عندك والو، فاش غادي يقول لك هذيك الهضره غادي تستريسي. يعني شنو تعلم شي لغه ونمشي ندير بحالي ان شاء الله. شاك سعد ديني معك الله يرحم بها. لا سينا باين صبرك. هو امتحان الفيزيك كتبت اسمي. كتبت اسمك صحيح بعدا صحيح؟ لا صحيح هو وقسم صافي كتبت اسمي وسلمت على التلامات كنت عاد كنتعرف عليهم خش بحالي الانجليزي عما تسوق. حاجه نقول لك ان شاء الله يا ربي هذا العام هذا شحال تجيب من نقطه ان شاء الله؟ دار كلشي بالنص. ايوا الجهاوي طالع بجوج ونص. الوطني ديك واحد ونص برك الله. اذا الصيفيه ديالك غتقضيها مزيانه ان شاء الله؟ لا الحمد لله، لا من ديك الناحيه مطرب لي شي الحساب اخر. تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. بقاو الضحكه ديالك باينه قوزتي امتحان مزيان. دوزت مزيان بالحق الوقت اللي ما قادش حيتاش عندنا حنايا غير جوج ساعات، حنايا عندنا ايكونومي والناس ديال ايكو عندهم ثلاثة ساعات، حنا غير جوج، والامتحان كانوا حيطول واحد شويه ما كملناش كلشي. كيعرفوكم كتقراو دغيان يعني عليا كيملوا لكم الوقت واقيلا. ايوا ايوا حنايا نورمال عندنا غير جوج ساعات ما عندناش ثلاثة. جاوبتي مزيان؟ مزيان مزيان واخا ما كملتش كلشي بالحق اغلبيه مجاوبه عليه اغلبيه. ان شاء الله يا ربي شحال تقدر تجي من نقطة؟ شوف في هذا 15 16، إلا جاوبت في العشية مزيان حيت باقي عندنا لغقة نقدر ندي في التوتال 14 15 ان شاء الله يا ربي. الله ينصحك ان شاء الله. صراحه حنايا لا كنا كنعملوا لي كورس سيبليمونتير دوك ما اثروش علينا مره، كنا كنراجعوا في الدار كنراجعوا في السوايع مدرسه نهار كنقراو كنجيو ما كنقراوش ما كنجيوش كنبقاو نمشيو لي كور. المهم كنا كنديبانيو راسنا السوايع على برا المدرسه. طبعا عليك شو ما اثرش علينا يعني ما ماشي السوايع غياثر علينا غياثر شويه يقدر يديباني راسو في الطاو. خاوتي تبارك الله ناس الدراري كامله كتشكرك الصراحه. اي والله والله ما ماشي عاجب ديك المسيح كيمشي. لا لا والله ما ماشي لا باينه جاوبتي الدراري كاملين. شو العلم صراحه جاوب دال الرياضيات كانت صعيبه صافي الصراحه. وفيزيك فيزيك عاديه الصراحه غير موجود. جاوي عندي 15. يا صباح الخير. ايه لا بابا طا طلع شي يد تبارك الله. والله ما نكذب عليك ما عرفتش الصراحه. ما عملتي المجهود ديالي. قسم عندي 17. ان شاء الله ولكن شنو الطموح ديالك شحال باغي توصل؟ الصراحه خصني الجهوي الوطني تجيني ديك 14 ونص هذيك بينات. باش تقدر تدفع اللي فيه ستي ولا شي حاجه فهمت؟ ان شاء الله. ايمن تبارك الله كيقرا تبارك الله. معايا تعاون معاكم في الايام ديال الامتحانات. دابا ما جيناش في نسقا جا معايا في قيسم قراو انا وياه في قيسم. المهضر كيألم ساعه هذا. كيألم اخي. انت كيفاش دوزتي؟ وانا خاوة مهم معاوط اخا المهم عمرتي بارو شحال صافي تجيب نقطة ان شاء الله؟ والله ما نعرف. على مولانا. على مولانا الله ينصحك يا مرضي ديالك. معز ملي خرجتي سينا فرحان باينة باينة فرحان ساهل جا شوية متناول اسئلة الحمد لله معاوطين بالنسبة للحراسة كانت اليوم معوطة أول حراسة معوطة كنتمناو نجيبو شي نقطة مزيانة أستاذ إن شاء الله. شحال تقدر تجيب شحال من نقطة إن شاء الله؟ إن شاء الله في العلوم هادي دواس نجيب نجيبو فوق 10 ديالنا إن شاء الله. يا خرجتي فرحان العكس الدراري اللي خرجوا مع لا 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 في متناول كان داكشي داز مزيان يعني كنتي موجد وعارف الحمد لله نيشان إن شاء الله. ما تجيب شي نقطة مزيانة فين غادي تمشي إن شاء الله الصيف؟ نشوف إما عطا الله أستاذ إما كنصلح زاني واحد كنصور معاه خرج من باب فرحان يعني باينة جاوبتي على كلشي. لا ديما كيخرج فرحان كي ديما كيخرج فرحان. كيفاش دوزتي الامتحان؟ السلام عليكم. بعدا امتحان صراحة كان طاح ساهل مرة شحال نقول لك فيه من غير التزاوج التزاوج فار مصافر سليم ما عرفتش شنو قالوا الدراري زعما خطا في شي امتحان وامتحان ما فيها خطا ولا والو. واش منيتي الوزارة طيح لك امتحان خطا؟ دابا شو غنسقسوك غتجاوبني بصراحة. نعم بس ملي قلتي جاك امتحان ساهل الدراري كانوا قدامك وجاهم شوية صعيب واش قدرتي تعاونهم شي مجهود ديالك هكذا ولا والو؟ انا كنت دابا نمشي فيها في شي تقرير وكيقول لي عطيت لواحد ورقة لخانا الوثائق قال لي واش واش قال لي انا مالك شي ساعة قلت له شنو الوثائق؟ قال له هو اللي دالي الورقة. قال لي ساعة الاخر الحصة جا عندي قال لي شحال من واحد خرج على راسه بحال هكا. قلت له استاذ ما في كانت فيها والو كانت فيها غا تخربيق وصافي هو دا مسكين خانق خصو يحررها الزيرو ديالو.
ماشي ان شاء الله نسينا شحال تجيب نقطه ان شاء الله. راه الا تعاملوا معنا خصو نزلوا لي 20 اخاوا نزلوا لي شي حاجه. سلم عليا الثقه في النفس واحد 20 لا لا كيجيبها لا وخصو الراجل جياوي شحال عندك انت؟ جياوي مواد ادبي ما عنديش معاهم فهمتي عايش 13 برك. لا هذا ان شاء الله تجيب لك 20 ديال ان شاء الله. الله يوفق خرجت فرحه الحمد لله. شوف دابا انا خرجت فرحان بالحق تزرفت اكبر تزريفه في حياتي. شنو هي؟ جاو عندنا جوج اساسي بنات فهمتي يعني كيبانو ظريفين وكذا وناس الواقص. قال لك اللجنه غتدخل. اللجنه غتدخل الله يرضى عليكم ما تحشموناش وكذا. نوت كنسكت لبناد في الساده صافي تسلامت كنسكتهم كذا الدراري نعطيهم تليفونات كلشي جبد التليفونات تسنى قل كذا طن صافي دازت اللجنه دوزات كلشي. الخاوه اللجنه ابرابوا لي لكم الخاوه اما كاين غير دوز قسم كامل طن 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 فرحانين حنايا. خرجت اللجنه وانا نوض سادة الله يرحم والديك تي لا الله تما كلشي خاوه اما فهمت والو الخاوه كلشي درت لك الدنيا ديك تغيرت الخاوه جلست كلشي ساخط حيت انا اللي زرفت بنادم فهمتي تغيرت مره صافي خاوه. شنو تقول دابا الاصدقاء ديالك اللي زرفتيهم معك؟ اخوتي اقسم بالله يسمحوا لي فلت واحد دورات شنو يعمل ضربوا تحت الطابله الخاوه دور جبرتو كاينه قال قلت له خاوه برافو ليك نزلت ديك الواحد بقى جيت معاه مع ابراهيم خاوه ديالي الغزال ينورك بالله كيفاش دوزتي هذا الشيء؟ ما دوزتوش يا خاوه شحال الوراقي 10 هاد الوراق يا خاوه فهمت شني واقع خاوتي دابا ان شاء الله شحال تقدر تجيب من نقطه ان شاء الله؟ واحد بارك يعني اصلا خصني نجيب واحد خصني نحط من الروكور يا ناخا والله الامنيه ديالي نجيب واحد. قول لي كيفاش دوزتو؟ قول لي هاد الايامات كيفاش كانتو كدوزو مع وليداتكم؟ ستريس لينا ولوليداتنا باسم الامهات كاملين. بالنسبه لشي امهات يقول لك علاش توصلوا ولادكم كبروا خصهم يعتمدوا على نفسهم. هذه هي المسيره الفينال. انا بالنسبه لي الفينال من اجل البدايه اخرى يعني ماشي الفينال ولكن من اجل البدايه هي بوابه لتاخرين. الله يرحم لك الوالدين مصيريه. الحمد لله احنا وليداتنا فعلا كان نقص في الدراسه ديال بحكم الاضرابات بحكم جاهم الضغوطات الامتحانات كاملين جاوهم في دقه واحده ما حافظينش يعني الدراري عندنا راه ما حافظينش. وصراحه تنشكر المؤسسه الفهده بعدا لان وقفت لينا مع وليداتنا بزاف في الايامات الاخره الشهر الاخر عطاوهم لي دوفوار ما نعاودش لك الدعم النفسي المؤطرين كاملين. تنتمنى خير للوليدات كاملين بزاف الامهات وتيبقاو يعني حنا ضحكوا علينا الناس قال لك علاش يبقاو هنايا ولكن ماشي خساره في وليداتنا ماشي خساره في وليداتنا لان وليداتنا ساويين اكثر من هذا الوقت هذا اللي غادي نعطيهم غاليين وعزيزين وتنتمنى النجاح ليهم وتنتمنى بان هاد الوقفه اللي وقفنا معاهم وهاد المجيه هادي تكون بشي نقيطه زوينه ويفرحونا وان شاء الله في الختام ديالها منين غايجيوهم النقاط نتمنىوكم تجيو باش نديروا لهم شي حفله في الباب ديال مؤسسه الفهد وعلى حسابي الدقه المراكشيه باسم دي جي فراج. انا من هذا المنبر تنقول لك بان انا غادي نطلبك مزيان باش تجي دير لنا الاحتفال لوليداتنا حدا مؤسسه الفهد. والسلام عليكم. السلام عليكم. بعدا كان الامتحان صراحه سهل خاصك غير تحفظ غادي تخرج صراحه كان سهل. الامتحان ديالنا حنا ليكونومي صراحه كان سهل اللي حفظ غادي يخرج اللي ما حفظش هذاك شغل السانتيز الحمد لله طاحت سهله في الانفلاسيون. شنو سميتو ديك الانفلاسيون يعني داك الشيء اللي كاين هاد العام هو اللي طاح وما زعما ما لقيتش شي حاجه ما عمري ما شفتها كلشي كاع اللي شفتو جبرتو وان شاء الله شي نقطه زوينه. واش حسيتوا بان الخوف من الامتحان اكثر من الامتحان؟ صراحه كنا مخلوعين حيت حنا عندنا الامتحان كان ماده مهمه معامل ديال السته معامل ديال السته وطويله فيها 12 صفحه فيها 12 جاتنا فيها 12 صفحه كنا فاهمين وفي السنتيز كنا مراجعين لافلاسيون ولافلاسيون كتحط سهله في ايكونومي ناس ايكونومي كيعرفوا الانفلاسيون سهله كتحط احسن ديكشي ديال لا بانك ولا بانك سنترال. ملي كتدخل الامتحان كيهمكم الحراسه وكيهمكم ولا كتجيو يعني الا كانت الحراسه مزيانه الا كانت الحراسه مزيانه غدوز الامتحان مزيان. اما الا بقى كيستريسي في الاستاذ هو كاين شي اساس هنا كيجيو كيبقاو يستريسو فينا وكنمشيو صافي الدور ديالو ما كيبدا كيقول لك زعما واخا انت ما عندك والو كيقول لك اللي عندك شي حاجه غادي تخرجي
واخا انت ما عندك والو فاش غادي يقول لك هذيك الهضره راه غادي تستريسي. يعني شنو رايكم في هذيك البنت اللي شبرت وزول التليفون ومشات تصحرات؟ صراحه هذيك هي اللي ما عندهاش العقل، سمحوا لي، ولكن انا بقات فيا، ولكن على قبل الامتحان واش الامتحان هو العالم باش غادي تمشي تمشي؟ نعرف ربي شنو مكتب عليها من هنا لقدام. انا الامنيه ديالي نتقبل في لوين سي جي وصافي. الامنيه ديالي انس يونس حد الوالد الله يسكن الوالد صبر معايا هذا العام. صافي رساله للوالد ديالك؟ بلاتي الوالد ديالي الا جيت نهضر على بابا راه ما غاديش نسالي ميساج كتسرق الجمهور. كنبغيك بزاف وكنحبك الوالده وان شاء الله لوين سي جي ان شاء الله لوين سي جي. انا ديديكاس لماما هي اللي واقفه معايا وهي اللي كتوجهني وكتعطيني الموتيفاسيون وداك الشيء، وكيف ما خلاها زاك مع زاك غادي تجيب الباك ديال ليكونومي. لا وتحيه وتحيه ياسين كويس حتى هو حط لينا داك الشيء اللي تحط اليوم. تحيه لي صامد المات. لا اسم كنت لا كانوا لايف في انستغرام. لايف انستغرام ديال الوالدين كيبقاو النص كامل في هذا الشيء كيعاونونا كيعاونونا في كل شيء وما كل شيء كيعطيونا الموتيفاسيون كل شيء. وامتحان كنبقاو حنايا على الحفاظة ديالنا باش نرضيوهم في الاخر. كنقول لها ربي يخليك ليلي وتكون دائما بجنبي. عيطتي لها من سالتي امتحان؟ هي عيطت انا عاد نعيط فاش يلاه خرجت دابا. قولي الله يشافي خويا. اللهم يسر الله ينجحكم امين. ياسر تبارك الله عليك. الله يرحم والديك اخاي. خرجتي تبارك الله عليك يضحك الناشط. والله الا انت كتشوف الحلاوه الامتحان. جاوبت على كل شيء؟ كل شيء الحمد لله. واش حاس غتجي من نقطه ان شاء الله؟ شي 15 ولا 16 ان شاء الله الحمد لله. يعني انت من ذيك الناس اللي دخلوا في الصباح وخرجوا حتى الاخر؟ انا يلا عاد جبرتيني خرجت. يعني باش قدرتي تستوعب الحياه باللي تجاوب مزيان. وي هذاك الشيء اللي كاين خاو ديالك. في الجهوي شحال عندك؟ عندي 11.9. ودابا ان شاء الله شحال تقدر تجيب؟ الطوطر كامل شي تجيني شي 12 وقيله. ان شاء الله المهم وفين عاد تبع ان شاء الله يا ربي؟ ان شاء الله بحول الله غنتعلم شي لغه وغنمشي بحالي ان شاء الله. ان شاء الله سعد ديني معك. الله يرحم بهذاك. انت عندك استدراكيه شنو غادي توصل لهم شي رساله مزيانه؟ ان شاء الله الناس اللي عندهم استدراكيه ما تخافوش هذيك هذه فرحه مؤجله وصافي وان شاء الله تجيبوا مزيان. والله ينجح لكم شيء. الله ينجحكم الله يوفقكم وفري باليستاين. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.